تشكل الازدحامات المرورية والاختناقات في حركة السيارات مشهدا يوميا في حياة الزرقاء وفي عدد من المفاصل من أحياء المدينة، وسط غياب ملحوظ لرجال السير والذين يتواجدون غالبا في الوسط التجاري فقط، لتكون أزمة السير معضلة كبيرة تصب في شوارع الزرقاء وأحيائها. كانت مدينة تقوم على عشوائية في التنظيم وتستقبل هجرات في مئات الألوف في عدة مراحل من مراحل وحقبات المدينة، ولذلك سعة الشوارع وتخطيطها وتواصلها وترابطها يعني مش على أساس هندسي، وبالتالي في هناك مشاكل مرورية. لكن بلدية الزرقاء استطاعت تضع حد للكثير من المشاكل المرورية. الأزمة في الزرقاء ليس وليدة الساعة، فهي مشكلة قديمة جديدة تعود لأسباب عديدة ناجمة عن مزيج من المشكلات المتداخلة والمترابطة، سواء التنظيمية والسكانية وحتى السلوكية. باعتقادي أصبحت ظاهرة الأزمة المرورية هي ظاهرة مؤرقة ومؤثرة جميعا على أعضاء السكان هون في منطقة الزرقاء، وبعتقد أسبابها كثرة السيارات وضيق الشوارع. أنا كسائق يعني بعاني من الأزمات بشكل كبير. بالوقت الماضي كانت الأزمات كنا نحس فيها بالأوساط التجارية، أما حاليا صارت بالأحياء والشوارع الرئيسية. يعني احنا بنناشد وزير النقل انه يلاقي لنا حل لهي الظاهره. بصراحه صار الواحد يطلع على شغله الصبح يطلع قبل بساعتين عشان يلحق موعد دوامه. عاما بعد اخر يزداد تفاقم فوضى الازمه المروريه في شوارع الزرقاء، والتي بلغت في الاونه الاخيره ذروه باتت معها المدينه مهدده بالشلل، بحيث تتفق كافه الجهات الرسميه والمعنيه في المدينه على تشخيص الأسباب والتداعيات، إلا أن أي منها لم يقترح حتى اليوم حلا يزيح هذا الكابوس الجاثم على صدور أهالي المدينة. لبرنامج من نوفينا، محمد أبو علوان.